هنالك خبر من نينوى يتحدث عن عمليات تهريب الآن تحصل في منطقة تلعفر، ويحدد أنه هذا التهريب هي بالمواشي بالأغنام. والتقرير يستغرب، يقول أنه هذه عمليات التهريب وصلت إلى 1.25 مليون من الأغنام، ويقول التقرير أنه هذه أكبر من حجم أن يمتلك قضاء تلعفر، فإنه هذا يتم عمليات التهريب على مرأة ومسمع من نقاط التفتيش، بل ذهب إلى أبعد من هذا أنه هنالك جهات أمنية تسهل عمليات التهريب. ما حقيقة هذا الأمر سيادة القائد؟ حياك الله أستاذ ومشاهديك الكرام. للتوضيح، يعني قاطعة تلعفر ضمن عمليات غرب نينوى، لكن سأجيب باختصار عن هذا الموضوع الذي أخذ أكثر من حجمه، وهناك يعني أخبار يعني غير دقيقة وغير صحيحة. فيما يخص قضاء تلعفر موجود، وقضاء البعاج، وقضاء سنجار ضمن المنطقة الغربية باتجاه عمليات غرب نينوى. وهذه الأغذية تضم ثلاثة أغذية، تضم عدة نواحي وقرى مترامية الأطراف، بالإضافة إلى جزيرة البادية باتجاه جزيرة الأدبار، واللي تعتبر مساحة واسعة لرعي الأغنام والمواشي في هذه المنطقة. لا يخفى على جنابك أنه كانت هناك رعاة الأغنام في هذه المنطقة خلال مواسم الرعي والربيع، كانوا في هذه المناطق الجزيرة المترامية بالأطراف واللي عمقها 105 كيلومتر باتجاه عمليات الجزيرة ومن محاط الأدبار. أما الآن فبدأوا بالعودة إلى مناطق سكناهم اللي هي غضاء البعاج وغضاء سنجار وغضاء تلعفر، بالإضافة إلى النواحي القرى ناحية الشمال وناحية القيروان ناحية العطفة ونواحي القحطانية والحبدانية، فدخلوا داخل خط الصد باتجاه هذه المناطق. الآن بدأت عمليات البيع المواشي إلى التجار الموجودين ضمن المناطق وضمن محافظة نينوى. فهذه يعني عملية تبادل داخلي سيادة القائد، عمليات بيع، عمليات بيع وشراء وتبادل داخلي بين التجار والمالكين. نعم، داخل محافظة نينوى، وهذا هناك موجود أوامر صادرة من وزارة الدفاع ومكتب رئيس الوزراء أن هناك عملية البيع المواشي داخل المحافظات موجود ومسموح في داخل المحافظة الواحدة. وكذلك وردنا كتاب أيضا نقل الأغنام إلى المحافظات الأخرى خوفا من رفع الأسعار ورفع لحوم الأبقار المواشي الأخرى لكسر هذا رفع الحصار. نعم. وحاليا عمليات البيع تجري بعلم القوات الأمنية وبعلم المحافظة وبعلم الدوائر الخدمية، وكذلك يعني بعلم دائرة البيطرة. يعني لا يتجي تجري عملية البيع إلا بعد استئصال فحص الأغنام من دائرة بيطرة محافظة نينوى.